طبعا مشاهدينا حتى نسولف اكثر عن موضوع اللانش بوكس وشنو ممكن نخلي لهم بيها من وجبات غذائيه تشجعهم على الاكل. ويانا الشيف ياسر طعمه المبدع دائما حتى يحكي لنا شنو الافكار اللي عنده. يسعد صباحك شيف. اهلا بك. يسعد صباحك شيف. صباح الخير جلزار. صباح الخير كريستينا. صباح الخير اكيد على مشاهدينا اللي عم يتابعونا اليوم في برنامج صباح دجله. شكرا لك. طبعا شيف هذا الموضوع كلش مهم خاصه الامهات كل يوم يحتارون وبنفس الوقت يريدون شيء انه يحب طفلهم انه ياكله يعني مو انه يبقى يرجعه وياه، فشنو الاشياء الضروريه اللي لازم تكون موجوده باللانش بوكس؟ اول شيء بدايه بدي اتمنى انا وياكم ان شاء الله عام دراسي موفق لجميع طلابنا الاعزاء ولجميع الاطفال. بالبدايه خلينا نحكي عن موضوع اللانش بوكس. اللانش بوكس هو لازم يكون فيه عناصر مفيده للطفل يعني لحتى تقدر تساعده لتكمله اليوم اللي عم يقضيه بالمدرسه. نعم. اول شيء خلينا نقول عن موضوع مشتقات الحليب، الاجبان، الفواكه، كثير عناصر فيها عناصر غذائيه مفيده للطفل. هاي كفطور كوجبه لانش بوكس. انا عم بحكي بلانش بوكس بشكل عام. لانه احنا هسه الصراحه بالنسبه لي دا احضر اثنين يعني وحده للفطور وحده للغداء، فانه من الاجبان الفطور تقول انه مهمه تماما. هلا اذا كان وقت الدوام طويل انه اكثر من في بعض الاماكن صحيح. بيكون من 9 الصبح للوحدة الظهر، فما في داعي يكون في لانش بوكس اثنين لانش بوكس مع دوامنا اطول احنا. ايه لما بيكون الطفل عنده وقت دوام طويل يعني مثلا خلينا نفرض من 9 الصبح لحد 4 العصر. أيه. لازم يكون في اثنين لانش بوكس لانه بالبدايه هو حتى وجبه الفطور الاساسيه بالبيت هي من اساسيات اللي لازم يتناولها الطفل قبل ما يطلع على المدرسه. صحيح صحيح. طيب شيف انا حابه اسال حضرتك، اليوم احنا يمكن نخلي وجبات متنوعه باللانش بوكس ونخلي شغلات هوايه، لكن من يرجع الطفل نشوف ما ماكله ما مكمل الوجبات، احنا اليوم شنو الشغلات اللي ممكن نسويها حتى هم يتشجعون ويصير عندهم واهس وياكلون الاكلات؟ جولزار بالبدايه نحن لازم نشجع الطفل على انه هذا اللانش بوكس اللي ياخذه معه على المدرسه لازم يكون في شيء من الشيء اللي بيحبه الطفل. نعم. فانا بفضل انه الستات البيوت انه هن يشاركوا اولادهم بالليل قبل ما يروح ينام الطفل انه يشاركوا اولادهم انه هن يحضروا اللانش بوكس سوا. سوا. لانه رح يصير في حافز للطفل انه انا امبارح حضرت اللانش بوكس بايدي بدي اكل بدي خليت الشغلات اللي احبها. طبعا اكيد التنوع الالوان تنوع الاكل اللي موجود باللانش بوكس رح يفتح شهية الطفل. نعم. طيب شايف اليوم حتى الامهات بالنسبه لللانش بوكس اصلا شلون يختاروها؟ خلينا نقول ايش قد بيها مثلا اماكن واحد يقدر يحط بيها الاكل؟ احنا بدنا نشوف اكو نوعيات تكون بلاستيك واكو نوعيات تكون يعني ستيل يعني معدن. شنو افضل شيء وشنو احسن شيء اليوم الام تختاره؟ هلا الام تختار اكيد الحافظ للستيل لانه بتحافظ على الطعام لوقت اطول. صح فعلا. خصوصي انه اكيد الطفل ما راح ياخذ لانش بوكس يحطه بالبراد او بالفريزر. صحيح. اي فنحن بدنا شيء يحافظ على جوده الطعام، يحافظ على وقت الاطول، وقت المدرسه الطويل للطفل. فيختاروا اكيد الحافظه للستيل، هي ماده غذائيه يعني هي ستيل غذائي بيحافظ على الغذاء. حتى البلاستيك من ناحيه الصحه قالوا هو يعني افضل من البلاستيك. صراحه منظمه الصحه العالميه تنصح على طول بالكروم او الستيل لانه ما بيحمل البكتيريا، يعني البكتيريا ما بتكون متجانسه مع الستيل. صحيح فعلا. طيب شيف شنو الشغلات اللي نتجنبها ما نخلي الاطفال من الاكلات والوجبات او حتى يمكن من الحلقة يخلون سويت همينة باللانش بوكس؟ هلا بدي احكي انا بشكل مختصر كثير عن موضوع الاكل اللي يتناول الطفل سواء الايجابي او السلبي. نعم. الاكل الايجابي الصبح ست ام الطفل يفضل انه تبدا يوم الطفل تبعيتها بكاسه حليب وموز وتمر. رح يمد الطفل بالطاقه، رح يعطيه حافز لانه يضل على طول نشيط، التركيز تبعه كثير عالي. الشغلات اللي ما بنصح فيها انه تكون داخل اللانش بوكس مثلا مثل الشيبس او اللحوم المصنعه مسبقا لانه ما بتتحمل وقت حراره طويل او ما بتتحمل وقت طويل لحتى تبقى باللانش بوكس. صحيح. البيض المسلوق كثير من في فيتامينات وفي بروتينات مهمه للطفل لحتى يكون عم ياكلها اثناء تواجده بدوام المدرسه. أكيد. لانه هو اوريدي البيض بينسلق بدرجه حراره عاليه كبيض سلق. حبه بيض او حبتين بيض كافيين انه يعطوه كالسيوم بروتين. حتى الحليب كثير مهم الكالسيوم للطفل لحتى يستمر بيومه ونشاطه المدرسي. فعلا. نعم. أكيد. طيب شيف اليوم اكو بعض الاكلات هي ما تتحمل خلينا نقول فتره طويله كلش، شنو الاكلات اللي احنا ما يصير اصلا الاطفال ياخذوها وياهم كاكل مو كحلويات؟
كأكل لأنه يعني ممكن يخرب يعني. يعني كأكل مثلا قطع الدجاج اللحومات ما بفضل انها تنحط باللانش بوكس. هلا هو اوريدي الدنيا برد يعني احنا داخلين على فصل الشتاء بس، ولكن اللحوم في لها درجه حراره معينه للحفاظ، لنحفظ اللحم او الدجاج بداخل علبه لازم يكون في درجه حراره معينه. فاللحوم والدجاج انا ما بنصح ولا بفضل انها تروح به اللانش بوكس. حلو طبعا شيف ياسر، انت اعطيتنا معلومات جدا قيمه لنا خاصه بما انه عندنا مدارس وللمشاهدين همنا. هلا اكيد لك. ان شاء الله كل التوفيق لابنائكم ولابنائنا ولكل المشاهدين اطفالهم اللي مقبلين على عام دراسي جديد. شكراً وشكرا لك. لقناه دجله، وشكرا لوجودك ويانا، نورتنا. شكرا لك.